Ya Taibah. Keluar suaranya. Ya Taibah. Ya Taibah. Ya Zawal. أيانا اشتقنا لك والهوى والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دواء اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمانا سيدي عثمانا سيدي عثمانا يا طيبة يا طيبة يا ذا والعيا والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم أشجار المواهب هل ترى العمر لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا السيادة الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا ظهر الدين المؤيد بظهور يا قراص وعني يا قراص نبي أحمد ظهر الدين أحمد يا هنانا بمحمد يا حنان البدل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا coba tes gula terutawa kerungan sampai ini kan gak napa
Mun ngocak Allah je perannya nggih. Malah langsung pokok sampean ke situ aja. Melarat-melarat tale-talene setan kasak malah ancur kabeh iki. Nggih. Perannya nggih. Nggih. Ambi angka tanah nggih. Allah ngene iki. Bisa aja. Aja lihat tesa kada, ya tesa. Zalikal fadlu mina. Ambu tak usah noro. Ngocak Allah tak tahu sama metu noro jadi vokalis ya kan. Allah itu dok ya. Tes. Zalikal fadlu min Allah. Allah. Korang ranye. Eh beri ngakan dah. Pranye Pak Ki. Tanamkan Allah itu. Insyaallah langit nanti akan terbuka hajat sampai nikah lagi sudah aja nanti. Dalikal fadlu min Allah. Nah, bagus. Khussa bis sab'il mathani wa hawa lutf al ma'ani ma lahu bil khalqi thani wa 'alayhi anzala Allah. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا بظهور النبي أحمد ظهر الدين بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا